بارك الله فيك وشكرا أولا أنكم أعطيتونا الحق ديال الرد، وبعد الشكر نعاتبكم على العنوان ديال الفيديو اللي داز في الصحيفة ديالكم محترمة الإلكترونية، هو فيه نوع ديال الحكم مسبق، لأن في العنوان كان تعرض شخص للنصب، يعني ربما هذا الشيء ما نقدروش نحكموا فيه إلا ما تدخلوش الناس اللي هما دي زيكسبير والناس اللي هما قانونيين ونعرفوا له المشكلة شنو هو. لحد أنا ما عرفش شكون هو صاحب الوكالة وما كان عرفش الشخص اللي دار الفيديو، ولكن اللي ما بغيش نطيحوا فيه كاملين، لا انتم كصحفيين لا الناس اللي كيسمعوا بحال هذوك الفيديو ولا هذوك الفيديوهات وهذوك التصاريح، انهم يطيحوا في المشكل ديال التعميم. احنا نفترضوا ان داك السيد على صح رغم ان الراي ديالو صواب يحتمل الخطا، ولكن اننا نعموا ونقولوا اصحاب وكاله، ان في التصريحات ديالو كيقول اصحاب وكاله تاجير السيارات ولا صاحب وكاله تاجير السيارات، كيعمم بحال واحد الحكم اللي هو معمم، راه اي قطاع ولا اي ناس ولا اي مجتمع راه فيه الصالح والطالح، ما يمكنش ناخذ بحال هكا احكام مسبقه ولا معممه. وفي التدخلات كيكون للاسف كيكون جهل، كيكون فيه مغالطات، كيكون جهل بالقوانين، كيكون فيه جهل بالطبيعه ديال النشاط ديالنا، جهل والعدم معرفه بالاكراهات اللي عند صاحب وكاله تاجير السيارات، كيكون جهل بالتامين سورتو عندنا هنا في المغرب، لان الناس كيكونوا غير سامعين على التامين والشروط ديال التامين وما كيعرفوش الشروط ديال التامين هنا في المغرب، وعقود التامين اللي عندنا هنا اللي مفروضه علينا، ما نقولوش حتى انها موجوده، هي عقود تامين مفروضه على صاحب وكاله تاجير السيارات سورتو، وبالضبط في السنوات ولا في السنتين الاخيرتين اللي اتمنى ديال التامين ارتفعت، اللي حتى المجالات ديال التغطيه ديال التامين اختلفت بزاف، ما بقاش كتغطي عده مخاطر. نقول مثلا ذكر في هذا الفيديو المثل ديال الفيضان وديال الكارثه الطبيعيه، ربما الناس سمعوا ان تفرضت علينا واحد 200 درهم تزات بالنسبه للشيء ديال الكوارث وداك الشيء، ولكن اللي ما عارفينش ان ما كاينش شي شركه تامين اللي كتعوض على الكوارث الطبيعيه ولا الفيضانات الا بشرط واحد، ان خص الحكومه تخرج واحد البلاغ ولا واحد الاعلان بانك حنا في حاله كارثه طبيعيه، مادام ما كاينش هذا البلاغ يعني حنا راه ما غنتعوضوش مثل هذه الحاله هذه. والمشكل الثاني ديال هذه الفيديوهات، لان ما بقاش انا نحصروا في هذا الفيديو هذا بالضبط، انا دوي باش ننوروا الراي العام ويكون عندهم فكره عامه، خص اولا تحدد المسؤوليه، نعرفوا شنو هو النوع ديال المشكل، لان مثلا السيد مشى داز فضايا الطوموبيل خسرات وقفات، اول راه هنا راه كاين خطا، علاش يدوز فضايا؟ حتى في القانون ولا المدونه ديال السير راه ربما بعض الحالات راه شرط ليهم، هنا خصنا نعرفوا الخطا ديال من، واش كان عليه يدوز ولا ما كانش عليه يدوز، وخصنا تكون عندنا واحد حسن النيه، لان حتى صاحب الوكاله راه حسن النيه ديالو باينه، لان اللي فهمت انا انه غير ليه السياره، يعني كون كان شي واحد اللي عنده سوء نيه حتى السياره ما يغيرهاش ليه، الا كان شي واحد اللي بغى يشفرو، واساسا اللي بغى يشفرو ما يشفروش ب 7000 درهم، لان اي طوموبيل يوقع عليها بحال هذا المشكل هذا غيخسر عليه اكثر من 7000 درهم اللي هو كيدوي عليه، لانه ضمانه. حتى بالنسبه لهذا المشكل ديال الضمانه راه ما فهمتش علاش كيجيو حتى عند اصحاب وكاله تاجير السيارات وكيلقاو مشكل معاهم، هذا الشيء راه عرف عندنا، راه كلنا كبرنا وعرفنا من موالي الحوانت، راك تي كتاخذ غير قرعه ديال واحد البرودوي فيها الجاج راه كتخلي ليه الكارونتي تجيب ليه الخاوي، فهمتك ومتفق معك. وكاين امثله ديال مثلا عمو الدروك تاخذ عنده سلوم راه كتخلي ليه، مثلا كاين الناس كيخليو له كارت ناسيونال وحتى هي راه ماشي قانونيه، الكارت ناسيونال راه ماشي كوسيون، ما منحقش اي واحد انه يشدها، لانها وثيقه اللي هي رسميه وشخصيه. وهنا اللي قلت لكم الناس جاهلين بزاف المخاطر اللي عند صاحب لوكاسيون، كيعطي طوموبيل اللي ربما كتسوى الملايين ديال السنتيمات وما عندوش حتى اي ضمانه، لان خصو تشوفوا حالات كثيره، راه كاين حالات ديال السرقه، كاين حالات اللي كيتغيروا فيها قطع الغيار ديال السيارات، كتعطي طوموبيل كيجيك واحد كيكري طوموبيل هو راه ماشي النيه ديالو انه يكري طوموبيل ويقضي بها غلط، راه هو كيري طوموبيل لانه خاصو بياس في الطوموبيلات ديالو، هو كيجي كيحيدهم، راه الا بقينا نعاودوا على هاد الحالات راه ما غنساليوش المخاطر اللي كيدوز صحاب وكاله تاجير السيارات، وراه ما كاينش اللي كيعوضهم في هاد الشيء، التامين راه ما كيغطيوش هاد الشيء. وكاين حالات عديده زعما الا عرفوهم الناس غير غتولي عندهم واحد الصوره واضحه ويفهموا، وراه كيما كاين الصالح والطالح في مواجهه السيارات راه حتى في المجتمع ديالنا راه كاين الناس صالحين وطالحين. بالنسبه لاي واحد بغى ياجر سياره على اقل حاجه
يعرف عند من غيكري طوموبيل. يعني بغى يكري طوموبيل يتوجه للوكاله ديال تاجير السيارات. راه كاين الناس كيأجروا السيارات في القهاوي وكيوقعوا لهم مشاكل ومن بعد يقول لك اصحاب وكاله تاجير السيارات. خصو يمشي يعرف الوكاله، يعرف شكون هو صاحب الوكاله، يعرف هذيك السياره واش ديالو ولا ما ديالوش. من بعد ما يبقاش الناس كيسولوا على الثمن. ربما المثل الدارج عندنا حنا ديال عند رخصو تخلي نصو، خصك تعرف هذاك الثمن شنو فيه، تصو هذيك السياره النوعيه ديالها، الطوموبيل امتى خرجت، واهم حاجه تعرف النوعيه ديال التامين اللي فيها. خص الناس يعرفوا اننا كاصحاب وكاله تاجير السيارات غير مجبرين بتاتا اننا نسوري الطوموبيل تو ريسك. ونقطه واحده اخرى مهمه، خص الناس يفهموا ان تو ريسك بحال هكا اللي خديتيها ولا جميع المخاطر ربما كنقولوها حنا، ربما هي راغي صيغه تجاريه باش كيبيعوا اصحاب التامين هاد لي كونطرا ديالهم، ولكن راه ما كايناش في المغرب 100%. ديما كيبقى واحد الفرانشيز على عاتق السيد اللي كان خاطئ في الحادث، ربما نسميه خصم التامين، ولكن اللي معروف عندنا حنايا وسميتها الفرانشيز. خصك تعرف شنو هو نوعيه التامين ديال ديك السياره، واش فيها غير المسؤوليه المدنيه بوحدها، واش فيها لا تييرس ولا هاد لا توريسك، وهاد لا توريسك شنو هي الفرانشيز ديالها، واشنو فيها، راه كاين لا تييرس، كاين دوماجي كوليزيون. شنو هو الفرق بيناتهم؟ ان في دوماجي كوليزيون خص ضروري يكون عندك لادفيرسير، مثلا اللي وقعت لي حادث تخرج من الطريق ضرب شجره ولا شي حاجه وكان عنده غي دوماجي كوليزيون، انا التامين راه ما كيعوضش لان ما كاينش الطرف الاخر. امتى كيدخل هادشي؟ ملي كتكون لا تييرس اللي كيسميوه هنا تويسك. ولكن انت في هذه الحاله راك ما مامنش 100%، ديما كيبقى واحد الفرانشيز كتبقى على السيد المخطئ في الحادث. وهنا هاد الفرانشيز راه ارتفعت في السنتين كما قلت لكم قبيله الاخيرتين، راه ربما كانش شحال هادي 5-3%. هنا ملي جا داك المبلغ اللي ربما كيعاودوه الناس عن عدم درايه ولا ربما حتى معلومه وصلتهم صحيحه كيقول لك 5000 حتى 7000 درهم. راه دابا الى لقاو ناس عندهم فرانشيز 7000 درهم خصهم يحمدوا الله، بحال هاد لوكا ديال هاد الفيديو. دابا لي فرانشيز راه طلعوا بزاف، ما بقاتش هذيك سميتو، ولات 10% و20%، وربما ارخص واحد دابا بالتعميم ولا عامه نقولوا كاين 10000 درهم وانت طالع، لان ولات الفرانشيز من القيمه ديال الطوموبيل. هذا راه مشكل اخر عندنا حنا كاصحاب وكاله تاجير السيارات مع لي زاسيونس. ربما المشكل ما كيكونش بين صاحب وكاله تاجير السياره والزبون، خطرت المشكل بين صاحب الوكاله والتامين، بين الزبون والتامين. غير حنا كيصوروا انه مشكل بيناتنا حنا كاصحاب وكاله تاجير السيارات والزبائن، وهذا هو الامر اللي هو زعما مغلوط. قلنا الاهميه ان تعرف طوموبيل شنو هو التامين ديالو ونوع التامين، تعرف المبلغ ديال الفرانشيز ولا خصم التامين. نورمالمون على برا كاين بالنسبه لهاد الفرانشيز كاين ما يسمى بالغاشه الفرانشيز، هنا في المغرب عندنا قليل اللي قلنا راه ما كايناش، لان يلاه كان واحد الشركه اللي كانت بروبوزاتو يعني حطاتو في السوق، ولكن حطاتو الناس لي بارتيكولير ما حطاتوش اصحاب وكاله تاجير السيارات يعني عمليا. ونوار سور بلون ما عندناش حنا الغاشه الفرانشيز، حيت كاين اللي كيسحاب ليه هنا اصحاب وكاله تاجير السيارات كياخذوا فلوس بحال قلتي من عند الزبون فبحال هاد الخطا بحال هاد الحوادث باش يصلحوا العطابي في السياره، وكياخذ فلوس من لاسيورونس. انا نبغي ناكد راه هادشي راه ما كاينش، بالعكس كاين شي حوايج كيتحملهم صاحب وكاله تاجير السيارات كثار من داكشي وما كندويوش فيهم. مثلا الطوموبيل هي ضربتيها وكنتي انت اللي فوتيف وهلا فرانشيز خلصتيها، راه الوقت باش غنصوب الطوموبيل بخطط راه كيتعدى شهر وشهرين. هاد الفتره هذه اللي كنا كنسميوها حنا الفتره ديال لي موبيليزاسيون، الطوموبيل كتبقى واقفه راه كتخلص عليها لاسيورونس، راه كتخلص عليها الطريطات ديالها، شكون اللي يعوضني فيها؟ راه ما كيعوضني فيها حتى شي واحد. ولو ان من حقي وقانونيا ان السيد الا كان مخطئ، ديما حنا راه كندويو في الحالات الا كان السيد اللي سايق الطوموبيل هو اللي مخطئ في الحادث، راه من حقي نحسب عليه حتى لي موبيليزاسيون. متفق معنا اني ما نحسبهاش ليه بنفس الثمن سي نورمال، ولكن الدارج ولا في العرف انك تحسب عليه 50% من الصومه الكرائيه، لان ما كاينش اللي غيعوض صاحب وكاله التاجير في هذه الفتره هذه، رغم انه لي شارج ديال ديك الطوموبيل راه تابعينه ما كاينش اللي يحبسهم عليه. بالنسبه لصاحب وكاله تاجير السيارات خصو يقدم واحد الخدمه اللي هي في المستوى، يعني السياره خصو يكون فيها جميع المواصفات بالنسبه للزبون، سواء كان زبون يعني مواطن مغربي سواء كان سائح. علاش؟ حنا راه كنعتبر يعني واحد الطرف اللي هو مهم في المنتوج السياحي المغربي،
لان كاين السياح اللي كيجيو اول لقاء والاول كونتاكت كيكون معاهم في المغرب كيكون مع صاحب وكاله تجهيز السيارات. السياره كما قلنا خصها تكون عندها ظروف ولا الشروط التقنيه ان ما يكونش فيها الاعطاب، تكون مؤمنه. هنايا فين كتختلف الجوده ديال هاد لو سيرفيس اللي كيقدم صاحب وكاله تجهيز السيارات. كما قلت قبيله راه ما مفروضش علينا نديرو توريسك، ولكن حنا المسؤوليه اللي عندنا هو نقدموا واحد المنتوج اللي هو في المستوى ويكون تنافسي حتى في المنطقه ديالنا كقبله للسياح. حنا كنا كنقلبوا على هاد لا توريسك باش ملي يجي السائح نعطيوه واحد المنتوج اللي هو في المستوى، رغم اننا قانونيا غير ملزمين باش نديروا لا توريسك ونقدموا بواحد الثمن اللي هو مناسب. هنا علاش انا قلت قبيله ما يبقاوش الناس يهتموا غير بالثمن بوحدو، ربما تاخذ الطوموبيل بثمن اللي هو بين قوسين رخيص ولا بخس، ولكن واش عندك تامين اللي يغطي لك مخاطر اللي نقولوا ما نقولوش كلها، لان كما قلت قبيله ما عندناش في المغرب على الاقل اغلب المخاطر. راه كل حاجه بثمنها، يعني راه ماشي المهم غير هو الثمن. وبطبيعه الحال يكون صاحب الوكاله في انصات وفي مواكبه بالنسبه للزبون ديالو. وكاين هنا كيختلف عاوتاني سميتو، كاين الناس بحال هذه الحاله هذه. اش كنقول لك هذا السيد هذا قبيله راه الحسن النيه راه باينه ان الفواتير دون بلاصمون مكنها منه، راه ماشي كاع جميع اصحاب الوكاله السيارات عندهم هذه الامكانيه هذه انه يوفر لك السياره. هنا في الاهميه ديال ان السيد اللي غيجي يكري الطوموبيل يشوف ذاك الكونطرا ويقراه. راه حال عادي حنا راه دزنا على شحال مره ان زبون كيتصل بك قبل كيقول لك عافاك صيفط لي الكونطرا ديالك نقراه، لا من القدام لا من الخلف ديالو، ويشوف الشروط قبل ما يكري السياره ديالو ويعرف القوانين، ومن في هذا القانون يعرف شنو هما الواجبات ديالو والحقوق ديالو.